أخبار اليوم. ودلوقتي هنلتقي مع رئيس مهرجان دبي السينمائي أستاذ عبد الحميد جمعة في الدورة الـ 12 للمهرجان. أهلا بك يا فندم، وإحنا فرحانين إن إحنا موجودين في العرس الفني الإعلامي النهاردة. أهلا فيكم ومرحبا فيكم في دبي في الإمارات. يمكن نقول الدورة الـ 12، إيه أهم ما يميز معالم الدورة الـ 12 للمهرجان السنة دي؟ طبعا المهرجان هو تكملة مسيرة، وهو في عمر المهرجان 12 سنة يعني قليلة جدا، ولكن احنا نحاول أن نكمل المسيرة اللي بديناها بأن احنا نأتي بأحسن الأفلام المنتجة في هذه السنة من أفلام عربية وأفلام عالمية وأفلام المنطقة، ونركز على الفيلم الإماراتي والفيلم الخليجي. عدنا هذه السنة 134 فيلم من 60 دولة، إذا تحدث 40 لغة، 55 فيلم منهم عرض عالمي أو أول، منهم 11 فيلم إماراتي، 4 أفلام طويلة، وهذا ما كان يحدث يعني طبعا 5 سنوات مضت. 60 فيلم يأتي من جميع أنحاء العالم، 12 فيلم من الخليج. نحاول دائما أن نأتي لجمهور الإمارات ودبي بأحسن الإنتاجات السينمائية في السنة، في كل سنة. يمكن اكيد لكل مسؤوليه رئيس مهرجان بتبقى في تحديات بتواجهه في كل دوره، لو نقول التحديات او الصعوبات اللي واجهت حضرتك في الدوره دي علشان تتفادى مثلا السلبيات او الاخفاق اللي حصلت في الدوره السابقه وتطلع الدوره الـ 12 بشكل يكون اكثر تنظيما او يكون اكثر افضل يعني. الحمد لله نحن الفريق اكثر تمكنا من بحكم الخبره والسنوات اللي مضت، ولكن التحديات ايضا موجوده، والتحديات جميله، بدون التحديات الحياه تصبح ممله. انك انت طبعا ان كل فيلم هذا من ال 134 فيلم له قصه وله متى بدينا نحن نتابع، ممكن حتى قبل سنتين او ثلاثه نعرف الفيلم انه بياتي في هذه السنه ونكون نجري وراه. وايضا هناك التحدي الاكبر انه تجينا اكثر من 3500 طلب لافلام، ونختار منها بس 134، فهذه ايضا مهمه شويه قاسيه على اللجان الاختيار الأفلام. هناك أيضا الأفلام نوعيتها تتحسن، وأيضا هناك تفاصيل المهرجان، لأن المهرجان تفاصيل دقيقة جدا، يجب أن لا يترك شيء للصدفة. الشيء الثالث أنه دعم الحكومي للمهرجانات، الدعم الشعبي للمهرجانات، دعم الرعاة، أهل البلد يجب أن هم أيضا يدخلوا في هذا المهرجان، وتذهب إليهم ولا تنتظرهم أن يأتوا إليك. نحن معظم المشاهده تكون في مثلا في المول في او في على الشاطئ بدون دفع فلوس، فكل هذه الاشياء. المهرجان ايضا يجب ان ياتي بالجديد، لانه بالفعل المهرجانات تدخل في منطقه تكون مغلقه ويكرروا نفس الاشياء. نحن في دبي بحكم وجودنا في دبي يجب ان ناتي بثلاثه مبادرات جديده في كل سنه، واهم نقطه ان نحن نتعلم من اخطائنا ولا نكابر ونقول لا احنا وصلنا. اذا الوقت الذي نقول فيه اننا وصلنا هو اليوم اللي هو سوف ينزل هذا المهرجان الى الحضيض. بعد توقف مهرجان ابو ظبي، هل يمكن يبقى في النيه انه ممكن ينضم المهرجان دبي، ولا هيظل دبي محتفظ بجماهيريته وشعبيته ونجومه وما يتمش الدمج بين المهرجانين؟ نحن نعتقد انه المهرجان هو خصوصيه مدينه وليست خصوصية بلد. لم نسمع عن مهرجان فرنسا أو مهرجان أمريكا أو مهرجان مصر، كل هو خصوصية مدينة. كل الاحترام للقائمين على مهرجان أبو ظبي، لهم غير توجهات من وجود مهرجان إلى دعم السينما الإماراتي، ولكن كلنا نأتي تحت المظلة بدعم السينما العربية والسينما الإماراتية بشكل خاص. ممكن المسؤولية زادت اليوم لأن الطلبات لعرض الأفلام أكثر من أول، ولكن نحن طبعا ماخذين المسؤوليه بـ 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 باهميه من البدايه، والله يوفقنا ان شاء الله. احنا خلاص يعني بضع ساعات ونستقبل حفل الافتتاح اللي تم التنسيق ليه، احنا شفنا على اتم وجه واكبر استعداد. حضرتك تقول لنا ابرز المفاجات اللي ممكن هننتظرها في حفل الافتتاح؟ في مفاجات كثيره، لكن اقدر اقول ان لن تصبح مفاجات. يعني اي حاجه نشربها. لا اعتقد انه يعني ما في مفاجات بالطريقه. المفاجات انك
أنت تدخل في هذه التفاصيل، مفاجآت، أنك أنت تفاجئ جمهورك وزوارك سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة، وأنك أنت تنافس نفسك بالمفاجأة الكبرى اللي أنا أشوفها، اللي مش مفاجأة، أن السوق السينمائي اليوم أصبح جدا جدا قوي ومهم، وفي بالفعل تصير فيه أعمال وصفقات تقوم عليه، وأعتقد هذا مهم لدبي وللإمارات وللسينما وللمهرجان.